مدير مطعم مدير مطعم اي مدير مدير مطعم مدير مطعم معنا برنامج سعيده مشينا بنت الصحن سالم ما تكلف حتى خمس دقائق يعني بنت الصح سالة سالة نجيب مغادير بنصلح الحين عندك بنت الصح نصلحها الحين اسمح اسمح اشتري المغادير يعني حبة البيض ونص كوب سكر نص كوب زيت بعدين رشة ملح هنا كيلو دقيق أبيض حسب الكمية يعني كيلو دقيق هنا حبة سوداء وماء دافئ بعدين ملعقة لبن بودرة ملعقة شتوة سريع تمام بس اي كان في معلومات يعني زيادة يعني لا لا تمام تمام من هذه المعلومات تمام هذه ثلاث حبات بيض ايوه ثلاث حبات بيض تمام واللبن يعني تكون لبن شاهي هذا احنا نستخدم بودرة انا سجلنا يماني حليب ما واحد حليب يماني انا بس بجيب المقادير هو عن طريق طيب خلاص نجيب المقادير الحين وين المقادير يلا اشتري المقادير يلا اشتري المقادير يلا جهز الحين يلا انا بعطي لك خليك جاهز المكان يلا لا لا بس لا زمان نحضر لكم مكان نحضر مكان طيب يلا خلينا طيب طيب الله يحضر خلوا يعطي لك المقادير يحضر خلاص جاهز كل حاجه بس قال كله موجود موجود سلين المقادير التي مش التي مش موجوده يعني الكوب والسمن وحليب يماني وحبة سوداء والعسل وننفذ المهمة في المطعم إن شاء الله نحاول أن ننفذها في أسرع وقت الله يوفق الجميع إن شاء الله أهلا بكم مشاهدي الكرام قبل الفاصل تحركنا إحنا وأحمد الأهدل من الجامعة نبحث عن مطعم يقبل أنه يستخدم أدواته ويستخدم الفرن تبعه على أساس أنه يبدأ في عمل بنت الصحن اشترينا الأدوات ولقينا المطعم والأخ أحمد الأهدل جاهز الانطلاق طيب الآن هتستغل ما تبقى من الوقت لصنع البنت الصحن وحنشوف نتيجة عملك إن كانت بنت الصحن طيبة أعطيناك 100,000 إن ما كانت طيبة أكلناك بنت الصحن إيش رأيك؟ إن شاء الله طيب إن شاء الله تأكل بنت الصحن ولا 100؟ 2 إن شاء الله ممتاز ممتاز طيب توكل على الله أحمد نعمل الدقيق أول نعمل الدقيق مشاهدي الكرام الآن حكمنا اللي راح يحكم إنه أحمد الأهدل عمل بنت صحن ولا لا هو أخونا مصطفى مصطفى شفت أنت الطريقة اللي جابها تعتقد أنها طريقة صحيحة لا حد الآن تمام ماشي لا حد الآن تمام وإنما بنشوفه كمان هو يعملها وإنت حتشرف عليه على أثناء مراحل العمل إن شاء الله بإذن الله كيف بنت الصحن من الوجبات اللي سهل عملها ولا صعبة؟ والله من الأنواع الحلويات يعني السهلة مش الصعبة بس هي ما تعتبر حلويات هم بيعتبروها في صنعة من المعجنات أو من الوجبات الأساسية أيوة أكيد هذا بس أنا بيدك بيدك أيوة أحسن توقع له يربح واحد عمره ما دخل المطبخ واحد دور له الخير إن شاء الله يربح ايوه نص كوب سكر صلحنا البيض والزيت نضع الملح عليه الآن نخلط العجينة عشان خلينا نشوف فرق قليل ثلاث معالق سمن
ثلاث معالق صامن نظيف. بخلط بخلط والله نخلط على العجينة وبعدين نشوف هي ماسك. نظيفة قوية هذه العجنة تستوي. كيف نضيف سكر؟ كيف سكر؟ تمام والله نزيد سكر غالي. ها نضيف سكر غالي كيف تبان؟ طبعا انا نزيد عليه نضعه في العقانه عشان استويت والناس. يلا يلا نفعل العقانه عشان تاخذ حقار الشغله الطبيعي. يلا نخليها نقسمها. طيب واحدة شيلها خمس دقائق لأن انتهى بال. نخليها خمس دقائق عشان تتخمر تجهز العملية. كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب وعافية. رمضان هذا في يعني هو شهر للعبادة لكنه في ذات الوقت هو مناسبة يفرح بها الناس كثيرا لأنه في وجبات شعبية ما نشوفها إلا في رمضان. صح هذا فعلا. زي إيش؟ زي السمبوسة الباقية. إيش باقي يا رمزي؟ الشفوت بنت الصاحن. بس هذا هو. من أي محافظة أنتم؟ من تعز. من تعز. هذه بالنسبة لكم أنتم يعني في تعز الوجبات المميزة؟ أيوة السمبوسة لا مش العصيد الفتة هذا هو. هذه الوجبات الشعبية المميزة لرمضان. أيوة. طيب لو تكلمنا عن وجبة شعبية في محافظات أخرى. زي إب عندهم الهريش والسلتة وإيش ثاني المعصوبة. أفضل وجبة أنت تحبها وجبة شعبية؟ وجبة شعبية الفتة هذه. أنا صلح سمن عني عشان ما تلسب الناس. صلحنا سمن حب البيت عن خط البيت لله. خلاص بنصلح العجينة الطبق الثاني عشان الطبق بعدين بنقصها. أي حاجة وش تبغات كبيرة. يعني من المقدار لأنه كثير زاد. صلح حبة بيض الآن نضيف لها حبة بيض عشان طبقة يعني تكون جاهزة. هذه بنت الصح إن شاء الله أنها تكون تعجب الجميع.
الان نصلح الحبه السوداء خلاص نكتفي بهذا الحبه السوداء خلينا نكبر بيت ديتا ضفنا السمن وضفنا الحبه السوداء هذه اخر عمليه عليه والان نضيفها للفرن ونطرحها في الفرن المضيقات الحين ما خرجها ان شاء الله خلاص انتهى حقاً ما شاء الله قد اتان عني يا سلام يا سلام يا سلام اذا مشاهدي الكرام احنا بنمشي الان نروح الجامعه وحنشوف كيف حتكون الوضعيه اما انه يوفق أحمد الأهدل وإلا أصحابه في الجامعة هم اللي بيحكموا عليه بالخسارة اليوم أهلا بكم مشاهدي الكرام الآن وصلنا إلى نقطة الحقيقة كيف شايف انت؟ ما شاء الله هذه مش عد بعدها كيف شايف كلام جميل جدا طيب مهمتك الان تبدا تاكل للبنات ونشوف رايهم اذا قالوا تمام حنبدا بالبنات بالاول النص والنص الثاني للاولاد سهله ليديز فيرست ابدا بالبنات تفضل جربوا يا بنات اذا حكمتوا انها كويسه حيربح اذا قلتوا لا حيخسر وزع 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 ها لا صراحه يعني بالنسبه اني اول مره اكله بس كانت حلوه يعني اول مره تاكلي بالصحن لا يعني اكلتها من قبل بس ما عجبتنيش يعني لكن هذه صراحه حلوه اكلها طعمها حلو يجنن تعرفيها انت اي طعمها اكيد طعمها حلو والله داهر يعني ولد عملها يعني افضل له يعني بيكون الطعم افضل يعني شغله يستاهل ايوه يستاهل شباب اللي جربوا ها لا ما شاء الله حلو حلو ما شاء الله احلى ما جربت احلى بنت الصحن طعمتها والله احلى بنت الصحن يا راجل والله لا قل لي احلى قل حلوه انا طعمتها احنا ما جبناها بالربان صراحه اخيرا مشاهدي الكرام وصلنا الى لحظه الختام اللحظه اللي الكل تذوق فيها بنت الصحن وجربوها والكل اشاد بالشيف القادم في عالم الطبخ بسرعه البرق احمد الاهدل احمد اول مره في المطبخ ومن اللحظات الاولى ابدعت حياك الله لانه من اول مره يعني تحس انه مستقبلك تحدي يعني تحس انه المستقبل يخبي لك انك حتكون شيف ولا طباخ في المستقبل ان شاء الله ما تربيه بدنيه رياضيه انا ان شاء الله بلا تربيه بدنيه بلا بطيخ خليك على الطبخ لا لا يعني وجبه شعبيه ان شاء الله يعني في الافراح والاعياد بصراحه عموما اولا انت شاركت في تحديك في نص ساعه وهذا الدرع سيذكرك دائما انه انت كنت مشارك معنا في البرنامج المخرج يقول يكفي انت ايش تقول لا بس انا اقول انه ما يكفي اهم شيء بالنسبه لي انه انا تحديتك وانت كنت قد التحدي الف الف مبروك تستاهل حلقة اليوم انتهت لكن التحدي بكرة حيكون اصعب صدقوني اصعب واتوقع انه المتحدي بكرة راح يخسر خلوكم معانا يتحداك في نص ساعة على قناة كل الالوان قناة السعيدة الى اللقاء